islaamkaba inoo soo qadimaya si aan horumar u gaadhna. Kow, mashruuc islaamku wuxuu soo qadimay mashruuc. Mashruuca muxuu yahay? Alcaqiida alfaacila. Islaamku wuxuu soo bandhigay diin, caqiido waxaan rumaysannahay, oo laakiin faacilaa maaha caqiide falsafiya, ilaahay gacan buu leeyahay male, tan lagu weeraray kalaamiyiintu ay ku weerareen, ashaacirada iyo salafiyiintu ay isku radiyaan, ilaahay gacan male may uu leeyahay, ilaahay wuxuu leeyahay maarata lug may lug male, ilaahay wuxuu leeyahay maarata buudo may buudo male, ilaahay wuxuu leeyahay wax may male, ilaahay mahag may masa. Yacni hadii alcaqiida gayra faacila, wax ay samaynaysaa ma jiro. فما الذي ينبغي على المسلم معرفته في أسماء الله وصفاته ليجني الثمرة وتتحقق له الفائدة ويرتبط قلبه بالواحد الأحد الذي ليس له كفواً أحد؟ إن التعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته يتحقق من خلال هذه الأسس. أولاً، أسماء الله تعالى كلها حسنى وصفاته كلها علا. إن من تعظيم العبد المؤمن لربه أن يعتقد أن أسماء الله تعالى كلها حسنى وأن صفاته التي وصف بها نفسه كلها عليا، تصديقاً لما أخبر الله تعالى به في كتابه الكريم، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعنى كون أسماء الله حسنى أنها غاية في الكمال ولا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، فأسماؤه تعالى لا أحسن ولا أكمل ولا أجمل ولا أجل منها، ذلك لما تتضمنه من المعاني الجميلة الجليلة والصفات الحميدة التي تدل على عظمة وجلال الله الذي تسمى بها. والتعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته يتحقق أيضاً من طريق معرفة أسماء الله وصفاته، ولا يمكن للمسلم أن يجد طريقاً لمعرفة أسماء الله وصفاته أحسن وأكمل وأسلم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات، فهو سبحانه أعرف بنفسه من جميع خلقه. وإذا علمنا أن القرآن المجيد هو كتاب الله تعالى إلى خلقه وأن فيه الهدى والنور والحق، علمنا أن أعظم مصدر لمعرفة أسماء الله وصفاته هو القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإذا علمنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه جل وعلا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، علمنا أن السنة النبوية الصحيحة الثابتة هي الطريق الآخر لمعرفة أسماء الله وصفاته، لأنه لا أحد أعلم بعد الله تعالى من خلقه بربه جل وعلا من رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث.